تعددت المواهب في محافظة كفر الشيخ، ولكن في فوة أربع مواهب في أسرة واحدة بيجيدوا الغناء، وخاصة الغناء أو الأناشيد الدينية. أصغرهم في تانية ابتدائي الأروبة ممكن تغني أي حاجة، وصوتها في الليلة المحمدية أبهر محافظ كفر الشيخ. نتعرف على المواهب دي، ومن هنا نتمنى إن كل الناس من خلال اليوم السابع يسمعوهم. وأبدأ بالأروبة. اسمك يا جميل؟ ملك. علي صوتك. ملك. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. شغالة على المسرح ما شاء الله، بتأدي ولا كأن عندك 60 سنة. اتعلمت ازاي؟ حفظت عادي. حفظت عادي. واثقة من نفسك قوي يا اختي. قولي لي بقى، سمعيني صوتك الجميل، هتغني لي ايه؟ طلع البدر عليا. قولي كده جميل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا خير داع. في سنة كام بقى؟ تانية ابتدائي؟ اه. تروح المدرسة ولا لا؟ أروح. أكيد؟ شاطرة ولا؟ شاطرة. ولا في الغنى بس؟ أتعرف على الأب، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أربع مواهب عندك. الحمد لله رب العالمين. ما تقولهمش اتلموا عيب الغنى مش هو؟ لا، ما دي موهبة ربنا سبحانه وتعالى حاططها فيهم. موهبة حاططها فيهم ربنا سبحانه وتعالى، لهم طريق فيه هيمشوا فيه. يمشوا فيه. اه يمشوا فيه. ما جيتش مذاكرتكم؟ لا، ما هو الحمد لله رب العالمين متفوقين في المذاكرة. متفوقين في المذاكرة. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله. ملك يعني في المذاكرة كمان، خطها جميل جدا. كمان؟ جميل جدا. والنبي علمني الخط يا ملك. والله بجد. قولي لي بقى. لوحدها على فكرة. لوحدها. لوحدها، ملك بالبداية كده لوحدها. سمعت دعاء مرة بيقول القاء، روحنا لقيناها بتقوله. زي الأستاذ إبراهيم بزمة بيقول. ده هي شغالة، الله ينور. أيوة والله. ده هي. لو جالت قدامك القاء دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، ما غلبتش دعاء بحد. إليك يا سيدي نهديك ملحمة.